المكتب الفيدرالي بإجمال يعني قررنا اليوم 24 جوان باش يعني نفصلوا يعني العقد مع السيد رابح مجار الناخب الوطني والطاقم نتاعو، وان شاء الله انا في من على 24 ل 28 ساعه ان شاء الله نتلقى مع السيد رابح مجار باش نتكلموا يعني على الصفه ان شاء الله اللي رايحين نفصلوا بها العلاقه اللي يعني كانت ما بين المنتخب الوطني والناخب الوطني. وحنا على كل حال نشكره، ويبقى السيد رابح مجار عزيز علينا ويعني أسطورة في كرة القدم.